يا اهلا بكل حضراتكم من جديد مع اولى فقراتنا الحواريه. الفقره دي هنتكلم من خلالها عن بطل منضم جديد لصفوف النادي الاهلي في العاب القوه وحقق الحقيقه العديد من البطولات المحليه وايضا العالميه. هو من اللاعبين المميزين جدا اللي حققوا العديد من الميداليات في افريقيا تحديدا مع منتخب مصر. معانا مع كل حضراتكم النهارده كابتن محمد مجدي حمزه لاعب الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوه. صباح الفل عليك يا كابتن ومنورنا. اهلا بيك. صباح الخير يا كابتن. اهلا بيك ونورت الاهلي. وعايزين نعرف بقى او نبدا من هنا الانتقال للاهلي والفتره كانت ازاي والكواليس كانت ازاي؟ وعموما هو مش انتقال او الاهلي ان انا على طول كنت اصلا في الناشئين والشباب كنت بلعب في الاهلي اصلا. بس هو الحمد لله انا كنت تاهلت بطوله العالم السنه اللي فاتت وعملت حاجه كويسه السنه اللي فاتت فده خلى الاهلي يعمل معايا عقد السنه دي لمده 4 سنين فالحمد لله مبسوط يعني. جميل. طب العاب القوه بحرها واسع قوي، انت بتلعب ايه تحديدا من الرياضه؟ دفع الجوله اللي هي الكره الحديثه. حلو. وبدايتك معاها جت ازاي؟ من حوالي 11 سنه مثلا كنت بلعب في النادي الاهلي كوره عادي مع اصحابي وكده ومدرب شافني كان عيد وقال لي تعالى جرب وجربت ومع الوقت ابتديت احب اللعبه وابتديت احس ان هي يعني عايز ابقى فيها حاجه مش مجرد ان انا بلعب حاجه وخلاص. فالدنيا كملت معايا والحمد لله ربنا كرم بعد كده بطوله عالم ناشئين. في نيجيريا كانت مظبوط كده؟ نيجيريا دي كانت افريقيا لكن بطوله عالم كانت في اوكرانيا كانت ناشئين. وبعد كده في حاجات كتير حصلت بعديها. طب ما نبدا كده ببطوله بطوله ونتكلم عن بطوله افريقيا اللي كانت في نيجيريا بدايه. هي دي كانت اول مره اسافر بره مصر عموما في حياتي يعني. كانت اول بطوله وكان فيها توتر بس الحمد لله يعني مع بدايه الماتش نسيت التوتر وكده وقدرت اجيب ذهب. وكان ليها ذكرى خاصه. متوتر على الهوا برضه؟ لا لا خالص بجد. اول لقاء ليك ولا لا في كبير كده ماشي. جميل. طيب برضه عايزين نعرف منك يعني رؤيتك انت شخصيا لمساله الرياضه دي تحديدا دفع الجله او رمي الجله، يعني الى اي درجه الابطال المصريين في هذه الرياضه نقدر نقارنهم بابطال العالم في هذه الرياضه وخصوصا ان احنا بنشوف منافسات قويه جدا تحديدا في الدورات الاولمبيه، يعني دايما بيبقى فيه تركيز عالمي على الرياضات العاب القوى بشكل عام وبنحس ان لا في بره عالم تاني خالص، فاحنا فين من العالم ده؟ هو يعني بالنسبه للاولمبياد بالذات يعني احنا لسه يعني اول سنه ممكن الحمد لله مصطفى عمرو دمين يتاهل وان شاء الله انا برضو يعني بنسبه كبيره متاهل بالرانك وان شاء الله اتاهل برضو رسمي في شهر 12. قبل كده لا كان مفيش حد بيتاهل خالص للاولمبياد وكنا بعيد. احنا موجودين الحمد لله في افريقيا وفي العرب وفي البحر المتوسط وفي كل حاجه لكن مع الاولمبياد كنا بعيد شويه. دلوقتي الارقام الحمد لله قربنا. ايه اللي ممكن نعمله بحيث نقرب؟ الحمد لله احنا قربنا يعني احنا اوريدي قربنا السنه دي والسنه اللي فاتت قربنا وشغالين ان احنا نقرب اكتر ويعني ان شاء الله يعني موجودين حتى في فاينل الاولمبياد باذن الله يعني ان شاء الله. طيب كابتن محمد خليني اروح معاك كده الملفات برضو يعني موجوده على الساحه الايام دي وفكره بالذات العاب القوه والمنشطات اللي موجوده دي مشكله مش محليه دي مشكله عالميه. ف يعني كلمنا عن النقطه دي وكلمنا انت ازاي برضو بتحمي نفسك من فكره هنا المنشطات. هو الموضوع طبعا بيبقى صعب شويه في حاجه ان هو يعني سواء جالي برد مثلا جالي اي مشكله لازم الدواء ده اسال عنه كتير جدا واتاكد مليون في الميه ان هو ما فيهوش اي ماده حتى لو ماده صغيره جدا. ما يعني حتى سواء اكل بره البيت سواء اي حاجه كل ده بنحاول نمنعه. لما بتعب برد ولا كده مثلا ممكن فيتامين سي كده ما اقدرش اخد اي ادويه. وطبعا هو زي ما قلت حاجه كده يعني بكلمهم هم بياكدوا مثلا لو في دواء معين وافقوا عليه باخده وما فيهوش طاقه. يعني دايما بترجع. ما ينفعش اعمل حاجه من دماغي خالص يعني لو عملت. المسؤولين عن اجراء التحاليل مش المفروض ان هم ادرى الناس بان يعني في نسب معينه من مواد قد تكون محظوره بس نفس المواد دي بتكون موجوده في يعني ادويه ثانيه لعلاج البرد مثلا زي ما انت بتقول ولا يعني هي بتبقى بالنسبه ولا مجرد وجود شبهه النوع ده تحديدا في الدم يبقى انت خلاص خدت في مواد مصطر. مجرد ظهورها بيعمل مشكله جامده مجرد ظهورها في مواد بقى بنسبه زي ما قلت كده بس سواء نسب او مجرد ظهورها هم برضه اللي بيقولوا لنا يعني انا ما اقدرش نعمل حاجه من دماغنا ولا حتى ما اقدرش انا حتى اقدر افهم ان انا اقعد ادور في كل ماده وابص عليها وابص ان الشركه دي كويسه ولا لا سواء برضه السبلمنت برضه يعني بنقعد نسال وفي شركات كتير طبعا بتخوف شويه مثلا لو عايزين مثلا يزودوا في المنتج يحطوا حاجات مش هم مش كاتبينها اصلا فبنقعد نسال كتير جدا يعني حد متاكد 100% ان الدواء ده سليم ما فيهوش حاجه وناخده او المكمل يعني.
طب هل دخلت قبل كده برضو يعني شاركت في بطولة كان في أحد اللاعبين واخد منشطات ووقفوه مثلا حصل له توقف عن اللعب فترة؟ يعني عايزين نعرف منه. في بعض البطولات بس طبعا بيبقى بعدها بشهرين، يعني مثلا بقى لعبت مثلا معاه النهاردة أول ما النتيجة تطلع وتتبلغ وياخدوا القرار الرسمي بقى مثلا بإيقاف قد إيه أو كده، ساعتها بيبلغونا وممكن يسحبوا منه ميدالية، تبقى حصلت كذا مرة يعني. حصلت مع روسيا مؤخرا واتسحبت منها ميداليتين، بس مش متأكد كان الكلام ده في رياضة ألعاب قوة ولا في رياضة تانية، بس اللي أنت بتقوله بيحصل بالفعل. هو بيحصل في ألعاب قوة كتير جدا جدا ده، يعني حتى يعني ممكن بعد الحصول على ميداليات يتم سحب هذه الميداليات، ممكن بعديها بأربع سنين كمان، مش حتى بعديها بكام شهر. إن هو يعني في ناس مثلا بيعملوا ريتيست للعينه بتاعتهم بعد كام سنه، يبقى ظهر فيها مواد جديده واخدين منهم الميداليه مثلا من 3 سنين، فهو الموضوع بيبقى بايخ جدا جدا الحقيقه، هو بيبقى صعب جدا. طب ما تشرح لنا يعني قوانين اللعبه اكتر، يعني احنا شفنا صور بس هي ممكن انا ما اعرفش، كريم عارف عن اللعبه دي تحديدا ولا لا؟ دي رياضتي المفضله زي ما انت شايفه كده. صح. يعني هي الاداه نفسها حوالي 7 كيلو 260 جرام، في دايره موجود فيها لوحة إيقاف ومقطع عامل كده تقريبا، يعني المفروض ان انا ما اطلعش بره الدايره وانا برمي، وفي نفس الوقت الجول نفسها تقع جوه المقطع ده، والمسافه الاكبر هو اللي يبقى كسبان. يعني ايه السبيننج اللي بتعملوه ده؟ يعني ما شاء الله، يعني مثلا تلاقي برضو لعيب زي حالتك كده وال بيلت زي ما بيقولوا وكتله عضليه، بس تلاقيه زي الفراشه في اللفه اللي بيلفها عشان بعديها يرمي هو اصلا في اثنين مش واحد بس، يعني في اللي هو الدوران عموما، وفي حاجات اسمها زحف، سواء زحف تيمان مبقاش حد يقرب منه خالص. هو الدوران بقى ايه الزحف ده؟ انا اول مره اسمع عنه. هو شكله مش موجود طبعا دلوقتي، بس يعني هو يعني بيقف كده تاني ظهره للمقطع وبيزحف يرمي حاجه كده يعني. لكن ودي بتتلعب في الدورات الاولمبيه كمان؟ كله بيلعب. في ناس جابت بيها بطولات قبل ميداليات قبل كده. انا عاده اللي بتعرضه دايما هي بيبقى فيها السبيننج اللفه وبعديها ده الاكتر دلوقتي أكتر يعني. لكن طبعا في ناس معينه بتلاقيهم بيلعبوا التكنيك ده. وفي تختلف بقى، في ناس بقى مثلا طوال جدا بيبقى السرعة عندهم مش عالية قوي، في ناس قصيرين شوية بسرعة جدا، تختلف من كل واحد والتاني، كل واحد ليه ميزته. أكيد. أنا لسه كنت هسألك على المواصفات البدنية، يعني هل مثلا لازم وزن معين، شكل كتلة عضلية معينة، ولا الموضوع ملوش علاقة؟ لا ملوش علاقة، هو فعلا يعني بطل عالم السنة دي هو قصير جدا أساسا وسريع جدا، يعني هو سريع جدا وعنده قوة رهيبة يعني. في على مدار السنين تختلف، في مره واحد طويل ومره واحد قصير، لكن هو والاوزان ما فيش مشكله فيها، حد رفيع إيه؟ يعني حد مليان رفيع صعب شويه صعب شويه يا خساره يا كريم. كنت ناوي اتالق في الرياضه دي. طب انت عموما التدريب لهذه الرياضه، لو انت من الناس يعني عشان لو حد بيتفرج علينا من الناس اللي حابه الرياضه دي وحابين ان هم يمارسوها بشكل احترافي، تدريباتها بتكون عامله ازاي والاستعدادات قبل البطوله بتكون عامله ازاي؟ هي صعبه جدا يعني عموما، يعني احنا مثلا فتره الاعداد مثلا بتقعد لها مثلا حوالي شهرين ثلاثه، بيبقى بتمرن الصبح وبعد الظهر الاسبوع كله مش بنريح خالص، يعني مرتين في اليوم، يعني حوالي تقريبا 7 ساعات في اليوم مثلا. والثمانيه دول بيبقوا كلهم رمي جله بشكل صريح؟ لا طبعا، ولا في حديد، في يعني رفع اثقال، في جري، في وزن، في فيتنس، في حاجات طبعا للريكفري كمان. لا في يعني بنعمل حاجات كتير جدا. بتتكثف قبل البطولات ولا برضو بتكونوا ماشيين بنفس الوتيره؟ هي بتبقى الاعداد بيبقى قوي جدا، وقبل الماتشات دي بتبقى اريح فتره لينا، يعني مركزين بس في الرمي او التكنيك عموما، مش مركزين في اي حاجه ثانيه. لكن هو فتره الاعداد هي اللي بتبقى صعبه، اللي احنا فيها دلوقتي يعني. بيحصل اصابات طيب يا محمد ولا لا؟ يعني احكي لنا كده اصابات انت حصلت يعني. الحمد لله مفيش اصابات جامده قوي يعني، بقى مثلا ممكن شد يعني اخرها بيبقى مزق، لكن مفيش الحاجات اللي هي تبقى صليبي والحاجات دي، تبقى الحمد لله بعيده عننا قوي يعني. بس طبعا بيبقى هي مش كده في الميعاد يعني، ممكن ساعات تحصل قبل ماتش مهم ولا اي حاجه بقى واحد متضايق كده، لكن مفيش رياضه خاليه من الاصابات يعني. صح. عادي. صح. انت لفتره في الاول لعبت مع في النادي الاهلي كره قدم، وبعد كده كان يعني هزار مع اصحابي، مش قوي يعني، ما لعبتش قوي نقدر نقول. لا كنت يعني بسالك السؤال ده على سبيل ان احنا نعرف منك رؤيتك للالعاب الفرديه بالمقارنه بالالعاب الجماعيه، من حيث المتعه ومن حيث التركيز اكتر، وان انت بتبقى متحمل لوحدك بالكامل مسؤوليه الشيء اللي انت بتعمله في حاله اللعبه الفرديه. هو زي ما قلت، هو فعلا يعني هو واحد بيتحمل كل حاجه، وكمان لما بيحصل انجاز بيبقى الظهور اكتر يعني. طبعا. اللعب الفردي يعني بقى اسمه ظاهر اكتر من الالعاب الجماعيه. انا بالنسبه لي بحس ان هي امتع من الالعاب الجماعيه كتير، كواحد يلعب باسمه يبقى هو اللي ظاهر وهو اللي شكله باين، وهو مستواه حلو هيبان، مستواه وحش هيبان، ممكن هو يبقى مستواه حلو واللي جنبه مستواه وحش. فطبعا يعني
عشان اعرف الفرديه طبعا امتع بالنسبه لي، مش بقى بالنسبه للتانيين. طيب كابتن محمد انت نورتنا بجد والله، وكل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوفك راجع لنا من دوره طوكيو باذن الله. باذن الله ان شاء الله بميداليات، واول قناه هتستضيفك لان احنا مع بعض.